عليكم ورحمة الله وبركاته uh, محاضرة الانفكشن كنترول المحاضرة السابعة ديس انفكشن uh, During patient treatment, dental equipment and treatment room surfaces are likely to become contaminated with saliva or arousal containing blood and saliva. Surfaces that touches frequently touched touched frequently Light handle, unit controls, drawer handles can act as a reservoir for microorganisms. When these surfaces are touched, microbial agents can be transferred to an instrument to chart uh, or to to the nose, mouth or, or eyes of dental team members of the other patient of other patients. a primary source uh, source of cross contamination occur when members of the dental team touches surfaces with contaminated gloves and hand يقول لكم انه خلال علاج المريض او المرضى في عيادات الاسنان غالبا معدات الاسنان والاسطح اللي القريبه على وحده الاسنان تتلوث في ايش في اللعاب وفي الاروزل او الرذاذ اللي يحتوي على البلد والسلايفا والاسطح اللي تنلمس بشكل متكرر زي ايش زي اللي هو مسكه اللمبه اليونت كنترول اللي هو المكان اليونت كنترول التحكم في اليونت كنترول مسكات الادراج كان اكتس از ا reservoir اوف مايكرو فور مايكرو اللي هي تعمل كحافظ لايش للميكروبات لي اللي نقلناها لها باليد when these surfaces touched microbial agent can be transferred to to an instrument to chart uh, or to nose mouth and eyes dental team members of uh, or other patient اللي هي عندما نلمس هذه الاسطح هذه الاسطح الحين تلوثت بالرذاذ تلوثت بالميكروبات فلما انا المس هذه الاسطح وارجع امس المس الشارت بعدين ارجع المس انفي او المس فمي او المس عيني او المس شخص ثاني انا نقلت الميكروبات آه لهم آه مصدر رئيسي في تبادل العدوى آه هو ايش انه لما الدنتال تيم ممبرز يلمسون الاسطح الملوثه زين بالقفازات الملوثة يعني أنا على يدي قفاز ملوث ما أمسك فيه أي شيء يا أما أني ألبس أوفر gloves أو أشيل القلفز وخلص اللي أبي وألبس gloves جديد طيب ال Environmental Infection Control Things to consider when planning for cleaning and disinfection of patient treatment area include the following amount of direct patient contact type and frequency of hand contaminate uh, hand contact potential amount of contamination by aerosol and uh, uh, or spray other sources of microorganisms like dust soil and water اللي هو في اشياء لازم ناخذها في عين الاعتبار واحنا ننظف الاسطح اللي هي uh, كمية آه آه تلامس الأسطح هذه مع البيشنت بشكل مباشر آه نوع نوع وكمية تلامس الأيدي مع هذا السطح اللي هي الاحتمالية آه أو قديش احتمالية إنه هذا السطح يكون ملوث بالرذاذ والسبري آه وإيش اللي هي مصادر الميكروبات الأخرى زي الغبار زي الأوساخ زي الماء طيب إيش هي الهاوس housekeeping سيرفيسز الهاوس housekeeping سيرفيسز اللي هي uh, no scientific evidence show that housekeeping services as اللي هو الفلور والـ walls اللي هي المغسلة والجدران والأرضيات بوز الريسك فور for disease transmission and dental health care يعني ما في أدلة علمية تثبت إنه الجدران أو الأرضيات أو المغسلة تشكل خطر للعدوى most housekeeping surfaces need to be cleaned only with a detergent or low level disinfectant يعني هذه الأسطح الهاوس كيبينج نمسحها ونعقمها بإيش بلو ليفل ديس disinfectant that destroys certain various, uh, viruses and and fungi and water uh, or with a ABA registered hospital disinfected or this uh, detergent يعني تتعقم below level disinfectant housekeeping services اللي هي ايش الwalls ال ال جدران الفلورز الارضيات السينك المغسلة طبعا مش المغسلة اللي جنب البيشنت لا المغسلة اللي محطوطة في الكاونتر. الكلينيكال clinical contact surfaces اللي هي الأسطح اللي نلمسها. clinical contact surfaces can be directly contaminated by direct spray or سباتر generated during dental procedure اللي هي راح تتلوث بشكل مباشر من الرذاذ وال وقت علاج المريض or by contact with the dental professional gloves hand يعني او بالتلامس مع ال dental assistant وهي لابسة القفاز clinical services classified and maintained under 3 categories اللي هو حتتصنف الى ثلاث تصنيفات touch و وسبلاش سبثر اند دروبلت تاتش يعني حت حتنلمس عشان كذا هي حتتلوث ترانسفر حيكون عليها ايش حيكون عليها آه 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 يعني حيتنقل فيها تمام سبلاش اور سبتر اور دروبلت اللي هي تنتشر في الجو وتطيح على هذه الأماكن احتمالية أنها تطيح على هذه الأماكن طيب التاتش سيرفيسز زي مين زي مين عندي في العيادة تاتش سيرفيسز اللي هو are directly touched and contaminated during treatment procedure يعني هي هذه التاتش سيرفيسز حتتلمس أثناء ما إحنا قاعدين نشتغل في العيادة واثناء ما إحنا قاعدين نشتغل على المريض مثل إيش مثل الدايت uh, dental light handle مسكة اللمبة الدنتال يونت كنترول تحكم في الكرسي التشير سويتشز تشير سايدز كمبيوترز البنز التليفون الكونتينرز of دنتال ماتيريال والدروار هاندلز اللي اه، هو علب الماتيريال ومسكات الادراج والتليفون والاقلام Chair سايد كمبيوتر الكمبيوتر العجم هذه كلها اسطح تنلمس بالقفازات الملوثة طيب الـ transfer surfaces are not directly touched but often are touched by contaminated instruments يعني أنه ما تنلمس بشكل غالب لكن أحيانا ممكن نلمسها مثل مين مثل الـ instrument tray والـ hand piece holder الـ instrument tray والهاند بيس هولدر طيب السبلاش والسباتر عند دروبلت سيرفيسز السبلاش والسباتر والدروبلت سيرفيسز دو نوت اكشلي كونتاكت ممبرز اوف ذا دنتال تيم اور كونتامينيتد انسترومنت اور سبلايز يعني هذه الاسطح أه ما تلمسها لا ادوات ولا يدين ولا شيء ولكن غالبا يجي الرذاذ ويطيح عليها مثل مين مثل الكاونتر توب او سطح المجلى او سطح ال حوالينا حوالين الدنتليونت تاتش اند ترانسفير سيرفيسز بارير بروتكتد اور كليند اند ديس انفكتد بتوين هذه الاسطح لازم ايش يا اما تتغطى يا اما انها تتعقم ما بين المرضى Splash, sputter, and droplet surfaces should be cleaned at least once daily. يعني هذا الأسطح لازم أعقمها على الأقل مرة يوميا. ال Clean and disinfecting surfaces. A surface, uh, a surface contamination. Two methods that may be used to deal with surface contamination are. to prevent surface from becoming contaminated with a use of surface barrier يعني آه عندي طريقتين إني أحافظ على الأسطح من التلوث أول طريقة اللي هي آه وضع البرير أو البلاستيك أو تغطية الأسطح بالبلاستيك هذه أول طريقة اللي هي ثاني طريقة and disinfect the surface between the يعني قبل ما يدخل عليه مريض انا امسح واعقم كل شيء فلما يطيح على شيء آه قبل ما يدخل مريض ثاني اكون انا أعقم يعني عندي انا روتين اني أم أعقم قبل كل مريض طيب الميثودز تو الطرق الطرق التعامل مع الاسطح الملوثه smooth hard surfaces such as countertops, trays, handles, supply containers and bottles can be quickly easily and easily cleaned. الأسطح الملساء أو الناعمة زي الكانترتوبز والتريز والhandles أي شيء ناعم و... وسهل تنظيفه حيكون إيش سهل إنه يتنظف. surfaces with a surfaces knobs or other difficult to clean features such as light handle air water syringe handle uh, and electrical switches which can short-circuit are better protected with surface barrier الأسطح اللي فيها أزرة أو فيها مناطق وزوايا صعب انها تتنظف الأفضل اني أحط لها ايش؟ أحط لها برير أو أغلفها ببلاستيك It is the responsibility of the dental assistant to make certain that equipment and treatment room services are probably managed to prevent patient-to-patient -patient disease transmission. هي يقول لكم هي مسؤولية مساعد طبيب الأسنان أنه يتأكد ويحرص على أنه جميع الأسطح معقمة ونظيفة ويمنع انتقال العدوى من مريض إلى مريض آخر. The طيب. techniques to clean and disinfect surfaces. تقنيات تعقيم ومسح الأسطح there are two techniques to clean and disinfect surfaces in the absence of equipment barriers يعني إذا ما عندنا برير في تقنيتين نستخدمها في التعقيم أول تقنية اللي هي spray web spray technique يعني بخ امسح بخ التقنية الثانية اللي هو امسح تخلص بعدين امسح مرة ثانية يعني ايش يعني انا عندي بخاخ معقم ابخ وعقم بعدين ابخ واترك الماده على آه يعني ابخ وامسح تمام بعدين ابخ مره ثانيه واترك الماده على الكرسي وعلى الهاذي بحيث انها تبقى لي الماده اذا طاح عليها شيء آه تقتله او ويب ديسكارد ويب تكنيك لما يكون عندي آه, قاعد امسح انا ب... آه, في بعض ال, ال... ال... الويبز او المناديل اللي كانها مناديل آه, رطبه لكنها رطبه بايش بكحول الايزوبروبيل ف... الأيز فانا هنا امسح <تصدق> تمام اتخلص بعدين امسح مره ثانيه المكان بالمنديل uh, النظيف both techniques refers to the two step procedure used to clean and disinfect surfaces الحين يشرحها لكم spray web spray technique if use, if using liquid disinfectant the user would spray the surface with the disinfect and web it using a disposable towel to clean the surface spray follow by the, uh, by another spray can be accomplished by applying the disinfected again after cleaning with another gauze towel or web uh, suture with the same product يعني يا اما اني ابخ امسح disposable towel او منشفه قابله للرمي امسح فيها بعدين أبخ سبري وأترك أو أبخ وأمسح بعدين أمسح مرة ثانية بمنشفة مبللة بالمحلول المعقم عشان إيش عشان يتترك لي المحلول المعقم على الأشياء هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية ويب ديسكارد ويب تكنيك وين يوزيك ديس انفكتنت ويبز اللي هي زي مناديل ال المعطرة أو زي مناديل الرطبة اللي موجود فيها محلول مطهر. Uh, the process of described as web discard web because the user uses one web to clean the surface discard the web and use second web to disinfect the surface. يعني أول شيء أمسح المسحة الأولى بالمنديل الأول بعدين أرميه بعدين أمسح مسحة ثانية بمنديل ثاني يعني أمسح مرتين طيب السيرفس برير بلايسينج برير اون سيرفيسز اند اكويبمنت كان بريفنت كونتامينيشن اوف كلينيكال كونتاكت اريا بات باريرز ار اسبيشالي امبورتنت فور ذوز اريا ذات ار ديفيكلت تو كلين يقول لكم تغطيه الاسطح بالبرير او بالتغليف البلاستيكي او بالاكياس يحميها من انها تتلوث لكن استخدام البرير مهم جدا في الاسطح اللي صعب انها تتنظف يعني فيها ازرة فيها زوايا فيها قطع صغيرة صعب انها تتنظف فهنا مهم اني اغطيها بالبرير All surfaces برير should be resistant to fluids جميع البرير المستخدمة لازم تكون مقاومة للماء تكون مصنوعة من البلاستيك أو مواد مقاومة للماء to prevent microorganisms in saliva blood and other liquids from soaking through the barrier material to contact the surface underneath اللي هي لازم تكون المواد المستخدمة عازلة تمنع امتصاص السلايفا وال blood والهذي وتمنع تمريرها للشي ال اللي احنا مغطينه تحتها. between patient while while you are still gloved you should remove and discard contaminated barriers يعني بين المرضى وأنا لسة لابسة قفازاتي قبل لا أشيل القفازات من بعد المريض أشيل كل البرير اللي موجودة عندي تمام بعدين أرميها هي والقلفز مع بعض when removing contaminated barriers you are careful not to touch the surfaces below. you do not have to clean and disinfect the surfaces if you do not uh, and directly touch a surface you will have to clean and disinfect the surface يعني لما انا اشيل البرير احرص اني ما المس الاشياء اللي تحت البرير ليش عشان ما اعقمها مره ثانيه لكن اذا حصل واني مسكتها او لمستها بالغلط لازم اعقمها من جديد Even though surfaces have been covered with barriers, the surfaces should be still still cleaned and disinfected in the beginning and the end of the each work day. يعني حتى لو كانت الأسطح مغطاة بالبرير طول اليوم لازم أعقمها الصباح ونهاية الدوام لازم أعقمها إيش الصباح ونهاية الدوام surfaces typically, uh, typically protected with barrier الأسطح اللي غالبا نركب عليها برير الهيد headrest of dental chair اللي هي سنادة الرأس control button of dental chair الأزرة حقت dental chair light handles uh, مسكات اللمبة uh, light switches uh, زر اللمبة الإيفاكويتر هوز أند كنترولز اللي هي الهواس حقت الشفاط الإكس راي كونسنسر اللي هي حق الأشعة طيب الإير ووتر سرنج هاندل والهاند بيس الدنتال كنترول تاتش باد البيشنت ميرور هاندلز وال handle of light curing device will bracket table. By <laughs> a switch of an amalgamator or other automatic mixing device the drawer handles adjustment handles of operator and assistant stool adjustment handles of uh, computer uh, keyboards, والإلكترونيك ديفايسز كل هذه الخمسة عشر لازم إيش أغطيها بالبرير single use disposable آيتم الأشياء اللي تستخدم من مرة واحدة وتنرمي uh, numerous single use آيتم also called a disposable item are used in dentistry because this item are used on only Uh, on only one patient and then discard the they help to reduce the chances for patient to patient contamination. بالANA تستخدم مرة واحدة وترمي فهنا قللنا إيش احتمال العدوى ما بين المرضى Single-use items are often made of a plastic or less expensive metal and they are not intended to withstand cleaning, disinfecting or sterilization. أقول لكم هذه الأدوات غالبا تكون مصممة من مواد رخيصة نقدر نرميها بسهولة وكمان هي ما تتحمل حرارة التعقيم والتعقيم لذلك هي ترمى بعد استخدام واحد Always single use only item بروفي cups and brushes بعض الأدوات اللي أساسا هي single use الاسترلايزيشن بوشز اللي هي اكياس التعقيم الاريجيشن سرنج البيشنت نابكن والسيرفس بارير هذه كلها استخدامها مره واحده طيب الفيس ماسك الاكزامينيشن اند سيرجيكال جلوفز السيرنج نيدلز السوتشرز نيدلز والشارب كونتينر هذه كلها ايش استخدام مره واحده

Uh, هذه الأشياء يوجد منها أشياء ديسبوزبل ويوجد منها أشياء مثل نسوي إعادة استخدام أو إعادة تعقيم اللي هي عندنا uh, الأشياء اللي هو عددها هنا البري كلين اند ديس انفكشن البري كلين مينز تو كلين بيفور يعني قبل لا ادخلها التعقيم او اطهرها لازم اسوي لها بريكلين اشيل الرواسب اللي عليها اشيل الدم اللي عليها انظفها قد ما اقدر بريكلين ريديوس ذا نمبر اوف مايكرو مايكروبز اند ريموف بلاد سلايفا اند اذر بلاد بادي كولد بايو يعني اي انسترومنتس قبل ادخلها التعقيم لازم انظفها تنظيف اولي اشيل منها بقايا الدم والافرازات واي شيء ممكن انه يكون ملوث عليها all contaminated surfaces must be pre-cleaned before they can be disinfected زي ما قلنا في التعقيم لازم اول شيء اعقم انظف تنظيف اولي بعدين اعقم شفتوا اللي هي تقنيه المسح لما قالكم يمسح بعدين يمسح مرة ثانية طيب انا عشان اعقم لازم اول شي انظف انظف بعدين اعقم فأي شي لازم اول شي يصير له بري كلين تنظيف بعدين يصير له تعقيم Disinfect Disinfection is intended to kill disease causing microorganisms that remain on the surface after pre-clean يعني انا الحين لما اسوي بري كلين انا هنا نظفت شلت اي أوساخ تكون موجودة لكن باقي في بكتيريا في طفيليات فلما أسوي بريكلين بعدين أسوي ديس إنفكت أنا هنا قتلت كل أنواع البكتيريا سبورز are not killed during disinfecting procedure زي ما قلنا السبورز ما تنقتل في عمليات الديس إنفكت the terms disinfectant is used for chemicals that are applied to in to in uh in, 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 in an surfaces such as uh, counter tops and dental equipment المطهرات هي المواد الكيميائية اللي إحنا نستخدمها نعقم فيها الأسطح ومعدات الأسنان the term of the antiseptic the disinfectant يُستخدم على الأسطح وعلى الأدوات. الأنتيسبتك يستخدم على الجسم يعني اللي إحنا نطهر فيه يدنا ونعقم فيه اليد. Uh, the term antiseptic is used to antimicrobial organism killing agents that are applied in, uh, to living tissue. يعني الانتيسبتك إحنا نستخدمه على يدنا نعقم فيه يدنا. The disinfectant إحنا نستخدمه على الأسطح وعلى الأدوات عشان نعقمهم. The disinfectants and the antiseptics should never be used interchangeably because tissue toxicity and damage to equipment can result. يقول لكم ما نستخدم ال disinfectant عشان إيش نعقم في الدنا؟ ليش؟ لأنه ممكن إنه يسبب لنا تحسس وتهيج في اليد وفي نفس الوقت ما نستخدم Uh, الانتيسبتك اللي نستخدمه على اليد على الادوات لانه احتمال يتلف لي الادوات يعني ما استخدم واحد بدل الثاني Do not confuse disinfection with sterilization ما نخربط بين disinfectant والsterilization disinfectant اللي هو يقتل most of the microorganisms لكن ال sterilization is the process of which all form of life are destroyed sterilization يقتل جميع أنواع البكتيريا لكن الديس disinfection most of يعني يقتل الأغلب بس مش الكل وبكذا خلصنا محاضرة ال السابعه في الانفكشن كنترول